أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ظهر في هذا العصر التركيبات للأسنان وعمل الجسور لها من غير الذهب، فهل يجوز والحالة هذه اتخاذ الأسنان والجسور من الذهب مع وجود غيرها مما يغني عنه وهو بديل مباح عنه؟ ما لا بأس، إن بغيت هذا وإن بغيت هذا ما في بأس إن شاء الله. إن بغيت الذهب هو مباح لك ربط الأسنان به، وإن ربطتها بغيره لا بأس، لكن ما نقول حرام. نعم، أحسن الله إليك. مع أني ما أظن هنا إنه بيقوم مقام الذهب شيء بكونه لا يصدى ولو طال الزمن، يمكن هذه تغير الأشياء، وإن كانت في وقت قصير إنها جيدة وإنها، لكن مع الطول ذا يمكن تخرب. نعم، كثير من اللي استعملوها تغيرت عليها. نعم.